يمو التاريخ الطويل العب القدامة تلعبش التالي يا الترجي بالراس والهدف الاول الهدف الاول جنوب افريقيا الاولى الثانية الثالثة الرابعة ياسر في الدفاع وبالتالي الهجوم الجنوب افريقي من ركنية عن القائم الاول يفتح التسجيل في 6 دقائق نادي اورلاندو بيرات 1-0 لفريق اورلاندو بيرات مع بداية الشوط الثاني هدف عن طريق مها موتسا الهدف الغالي المطلوب للقراصنة شوف الكرة السيغوليلا بالملي يسبق المدافع ويضرب كرة في الزاوية 90 كرة عالية في قلب الشبكة بالرأس يتأخر دفاع الترجي في تلوع اللاعب شوف يسبق الدربالي ويسجل بالرأس هدف أول في المباراة هدف في بداية اللقاء احنا ما جيناش الرادس اليوم ترجع كرة للراقد راقد كرة للترجي الرياضي التونسي عن طريق العواضي يمشي بالكرة السامح الدربالي مازال برشا كرة لكن الشرط انه يسجل بسرعة وانه الاولاد ما يخرجوش من الماتش ترجع كرة للترجي الرياضي الشمام شمام يمشي شمام كرة للترجي التونسي البلايلي البلايلي هاريسون افول افول للدربالي دربالي يحط كرة مرة أخرى للترجي الرياضي يمشي البلايلي يدخل البلايلي البلايلي في منطقة الجزاء البلايلي ممتاز البلايلي وقطع الترجي الرياضي التونسي هدف التعادل يا ابن مساكني هدف التعادل يا ابن مساكني الترجي حي لا يموت الترجي يمرض ولا يموت 1-1 ممتاز البلايلي في هذا اللعب علاش نلعب على قوتهم نلعب على قوتنا البلايلي يرقص سويتو يلعب كرة ويهاب فرصة ما تعداش كرة في قلب الشباك كرة في قلب المرمى للتعادل التونسي 1-1 هدف مبكر وتعادل سريع وردة فعل قوية والترجي يرجع من أجل حلم الشامبيونز ليج